يا لوح. اخلص يا قليل الادب. وشك وشك وشك. وش مين يا واد؟ هات له وشك انت. ده انا لازم اربيك. مخصوم منك 15 يوم. مخصوم منك شهر. انت جننت يا ولد. انت عارف بتكلم مين؟ ده انا المدير. انت المدير يا حقير. بص لنفسك شوف لابس ايه. يا نهار اسود، مين اللي حطيتني في الهدوم ده؟ انا هجيب لك عفركوش. عفركوش؟ عفركوش ايه؟ عفركوش طرطر. هو مين يا واد اللي طرد؟ انا هجيبه لك هنا عشان يمسح بيك البركان. مسكين مخبول فراشي، مخبول مش عارف ان الدنيا يوم لك ويوم عليك. يا فراشي اذهب الى جهنم. الفانوس راح 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 الفانوس راح. الفانوس راح مني فين؟ راح الفانوس السرق. انسرق انحرق. انت رجعت لاصلك. يو ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع. هو وقع بعقل ده على جدور رقبته. بلاش قلقلة وصرصرة. شوف شغلك يا هباء. ادي الدوسيهات دي للآنسة ناهد. يلا 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 امشي. ايه ده انت لابس كده ليه يا حضرة المدير؟ لا مدير بقى ولا احزنون، البقية في حياتك. عفركوش رقعني مقلب. عفركوش مين؟ العفريت اللي طلع لي بالفانوس. مصطفى انت لسه عيان؟ انا لا عيان ولا حاجة ابدا. انا بقول لك الحقيقة وحياتك عندي. عدم المؤاخذة اذا كنت هقعد هنا، لاني خلاص خدت على قعدة المكاتب. انا يا ستي لقيت الفانوس السحري ودعكته، طلع لي منه عفريت اسمه عفركوش. هو اللي جاب لي الفلوس كلها اللي انت شفتيها، وهو اللي عيني مدير الشركه، بس معرفش ايه اللي زعله مني وخلاه يرجعني فراش تاني. مصطفى سيبك من الحكايه دي، احسن بعدين يودوك مستشفى المجانين. يودوني مطرح ما يودوني، المهم ان انا الاقي الفانوس عشان احقق اخر امل واحلى امل. زي ايه مثلا؟ انا عرفت اخيرا ان مفيش غير حاجتين اتنين اتمنى ان ربنا يحققهم لي. هما ايه دول؟ اولا اتجوز المخلوقه الوحيده اللي بتعطف عليا اللي هي انتي، وتاني حاجه عاوز اتعين في وظيفه تليق بكرامتي وبكرامه شريكه حياتي. بس اجيب الفانوس السحري منين؟ تحقيق امالك مش محتاج لفانوس او سحر او معجزات، انما محتاج للشجاعه والكفاح وعدم الياس. اعتمد على نفسك في الحياه وانت توصل للمركز اللي انت عايزه. ازاي بس؟ ازاي؟ ازاي؟ انت انسان متعلم وعندك خبره في الحياه، فكر في مشروع يفيد الشركه وقدمه رئيس مجلس الاداره. انت ممتازه جدا. انا عندي مشروع خطير هعمل عنه تقرير واقدمه على طول لمجلس الاداره. برافو عليك، وانا هكون دايما جنبك يا مصطفى. يا مصطفى يا مصطفى، انا بحبك يا مصطفى. المشروع ده يستحق التقدير والعناية فعلا. أنا ما كنتش متصور أبدا إنك عندك معلومات وخبرة واسعة بالشكل ده. يا فندم دي حاجة بسيطة، ده أنا لما بتنقح عليا العبقرية بطلع حاجات خطيرة جدا. أنت فعلا عبقري. المشروع ده ممتاز جدا. ده هيزود أرباح الشركة 100%، وعلشان كده أنا هديلك مركز مهم جدا في الشركة. الله يخليك. يا أستاذ مرسي، ازاي يا فندم يكون عندنا الكفاءة الممتازة ديت وما تخليش الشركة بتاعتنا تستفيد منها؟ كفاءة ممتازة؟ هو ده وش كفاءة يا فندم؟ طبعا. ده قدم لي مشروع مدهش، ده عنده تفكير سليم أحسن منك مليون مرة. لا استريح يا أستاذ مصطفى. متشكر. أيوة بس يعني مش معقول. اتفضل سيجارة. ولع لي. أولع لك؟ ولع له. ولع لي أرجوك. الولاعة مش عايزة تولع. نزل السيجارة تحت. أفضل أحرق نفسي ولا أولع لك. تسمح يا فندم أقدم لك الميزانية السنوية؟ طيب روح أنت دلوقتي. تسمح كمان أجازة نص ساعة بس عشان أودي المدام للدكتور. روح.
عفركوش عفركوش عفركوش. شو بيت مبين قدامك بين ايديك يا مرسي؟ ارجوك يا عفركوش، مركزي في خطر، ارجوك خلي الفراش الغبي بتاعي اللي اسمه مصطفى يلبخ مع رئيس مجلس الاداره ويقل ادبه عليه لحد ما يصعده. حمار حمار. طبعا مش انا مش انا. هنية الله يهنيك، وبالطريقه دي يا فندم هتزيد ارباح الشركه زياده كبيره جدا. فعلا فعلا دي اراء عظيمه جدا. الله يخليك. يعني عاجب سيادتك المشروع؟ بالتاكيد عاجبني. تبقى حمار. ها؟ حمار حمار. بتقول ايه يا قليل الحياة يا مخ؟ انا كنت فاكر ان مخك نضيف، اتضح انك انت طار. اخرج بره. خلاص خارج. يعني انا خارج من الجنه يا خير؟ انت مرفوض من الشركه يا اخي. اتنيل على الشركه واللي فيها جاتك 60 نيلة. اخرج بره يا مغفل. بلا نيله بلا زيت. الحمار قال المغفل وتيس كمان. اخرج بره يا كلب. انا مش قادره افهم ازاي يا مصطفى تشتم رئيس مجلس الاداره. اهو ده اللي مجنني. بدل ما اقول للراجل متشكر قلت له انت حمار. ازاي بس كده يا اخي؟ معرفش، انا بتهيألي الجدع اللي اسمه مرسي ده سرق الفانوس بتاعي وطلع عفركوش عشان يعمل فيا المقلب السخيف ده. طب وهتعمل ايه دلوقتي؟ من بكره الصبح هروح على اوضته في قلب الشركه وادور على الفانوس واطلعه باي طريقه. طيب هتعمل ايه يا فندم؟ لا ولا حاجة. حوكل انا بدور على الفانوس بتاعي. فانوس قدام ولا فانوس ورا؟ اعمل معروف بلاش تريق. انا بيتهيألي الراجل المدير ده سرق الفانوس السحري بتاعي. هو معقول المدير يسرق حاجة ويجيبها هنا على المكتب؟ لازم يوديها على البيت. عندك حق. انا طالب منك خدمة يا عوكل. ممكن؟ ممكن قوي. انت مش لسه بتعوم في بحر الغرام مع البيت الخدامة بتاعته؟ وقربنا نوصل لبر الجواز ابو دلويل. عظيم. اعمل معروف اسألها لي في التليفون اذا كان المدير جاب الفانوس في البيت ولا لا. خد نمرة الدهو. الو عوكل. عايز ايه يا واد؟ فاكر ازيك يا فاكر؟ مشتاقين قوي يا دميل. فاكر انت لوحدك؟ لوحدك. مشتاقين قوي يا دميل. الفانوس يا جميل الفانوس. خلاص. طيب الو فاكر، حياة ابوك المدير وهو داخل عندك ما كانش في يده فانوس صغير قد كده؟ فانوس صغير؟ شفته ده سيدي شايله في اوضه النوم. اسمعي، الفانوس ده بتاع مصطفى واحنا عاوزينه ضروري ضروري ضروري. ها خش اسرقه من اوضه النوم يا دميل. ليه يا اخويا؟ ما اقدرش، الست نايمه في الاوضه. بعدين تظبطني. يخرب بيتك. طيب مع السلامة يا دميل. الله يخليك. طيب مع السلامة يا دميل. حالك لك ايه؟ هتقول ان المدير عنديه الليلة حفلة وفيها معازيم كتير. حلو. واحنا نروح احنا التنين نخش الحفلة وفي الزحمة نسرق الفلوس ودننا ماشيين. قلت ايه؟ طيب قدامي معايا يا جميل. قوليلي. نعم. حد يقدر يفقسنا واحنا لابسين كده؟ ابدا مفيش حد يعرفكم ابدا. يلا خد المادة والشرب على الحفلة طيران، ولو شافكم المدير وقال لكم انتوا مين قولوا احنا الاثنين السفرجية اللي بعتنا جروبي. توكلنا على الله. يلا.
كنت تتعب. مسكاجينا مسكاجينا هانجي الحمد لله. هونجا هونجا ها ها تا ذا مسكاجينا مسكاجينا هانجي. مين دول؟ الاثنين السفراجيه بلديتك اللي بعتهم كروبي. هاتي مسكاجينا مسكاجينا هانجي ها ها هونجا هونجا تا ها ذا ها نو ها. انت فاهم كلامهم؟ انا مش مغفل ابدا. دول مش بلدياتي. دول لازم يكونوا من فوق. من فوق خالص. انا مش مغفل. ربي ادريس. نعم يا فندم. هات لي علبة السجاير وولعها من اوضه النوم. حاضر يا فندم. بولا مسكاجينا انتهيت. مسكاجينا هونجا هونجا خا ها طا ذا. انت رايح فين؟ انت رايح جوه في اوضه النوم. دخل اوضه النوم. ايوه راح نخش في اوضه النوم. طب تفضل على اوضه النوم. انت كده مجنون. انا راح نخش في اوضه النوم. اتفضلك انت. اتفضل على اوضه النوم. ايوه راح نخش اوضه النوم. انت مالك يا هشري؟ اذا كنت نخش اوضه النوم نخش اوضه النوم. هو فين يا هو علبة السجاير الولاعة بتاعه دي؟ انت كنت فين يا شيخ وانا بندور عليك؟ هونجا هونجا يا ناصح تعالى نلحقنا حبيبي. شوف اللي جرالي. شوف مصيبتي. شباك لبيك خدامك بين ايديك. اخص عليك عفريت قليل الاصل. ده عاملة تعملها معايا يا عفركوش. انا خدام اللي يكون معايا الفانوس يا مصطفى. بقى كده يعني معاهم عليهم عليهم. حتى العفاريت فيهم منافقين. لو كنت عملت بما يرضي الله ما كانش راح منك الفانوس. انت اخترت الشر وتركت الخير. والشر يجلب الشر والخير يجلب الخير. جرايه انت هتعمل لي واعظ. خلاص اتعلمنا وتوبنا الى الله. مبروك شباك لبيك. تطلب ايه؟ عاوزك تخلي رئيس مجلس الإدارة ينسى الشتيمة اللي أنا شتمتها له كلها ولا يفتكرش غير المشروع وحسنات المشروع. أمرك مطاع يا مصطفى. وقبل ما تمشي عاوزك تبوظ الحفلة وتهزق كل الموجودين. أمرك مطاع. بس اعمل حسابك ده آخر طلب تطلبه مني. أنت كان ليك عندي 7 طلبات وبس. وال7 طلبات أنت. لكن انا لسه عاوز حاجات كتير وفلوس كتير. ده انا عندي مشروعات خطيرة جدا عاوز اعملها. ما كانت في ايدك الفرصة ما انتهزتهاش ليه؟ قم دلوقتي اغسل وشك وغير هدومك وتعالى اواب عشان رئيس مجلس الادارة زمانه جاي. حوا 5 دقايق وحكون هنا. عقبال ما ترجع حكون بوصلك الحفلة. الوداع يا مصطفى. الوداع. الوداع يا ابن الانس. الوداع يا ابن الجن. الوداع يا عفركوش. يا
استاذ. ايه قله الادب دي؟ انا اسف جدا ما اعرفش ايه اللي دفعنا عشان اضربك من غير سبب. قله حياء. اهلا وسهلا بالعفار الهايل.